الدعاء يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فتر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفتي والأقول أن كن معرفته وتوازأت الجبابرة لهيبته وأنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاة وأوسطه فلاحا وآخره نجاة وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نظر نظرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسي أو في إرزي أو في مالي أو في أهلي وولدي أو غيبتي اغتبت بها أو تهامل علي بميل أو هوى أو أنفة أو همية أو رياء أو أسبية قائبا كان أو شاهدا وهيا كان أو ميتا فغسرت يدي وزاق وسعي أن رد إليه تهلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تزرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك سنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك.